في إطار زيارة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي جمهورية البرازيل الاتحادية وإعلان مملكة البحرين في العاصمة برازيليا، زار وفد المركز كنيسة القديس جورج الأرثوذكسية لإطلاع المجتمع المسيحي على ثقافة تعايش الأديان والسلام في المملكة وفتح نافذة حوار حضاري مع المجتمعات الدينية في أمريكا اللاتينية. زيارات عديدة وجهود متواصلة لنشر رسالة السلام والتسامح وتعايش الأديان نظمها مركز الملك حمد للتعايش السلمي بهدف نشر هذه الرسائل التي تعتبر الأساس لاستقرار وبناء وتطور الشعوب. تشرفنا اليوم طبعا بزيارة هذه الكنيسة المقدسة في العاصمة البرازيلية برازيليا والالتقاء بالقائمين عليها وتبادل أيضا الأفكار والرأى، وأطلعناهم أيضا على الرسالة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وإعلان مملكة البحرين بشأن التعايش السلمي والقيم الإنسانية المشتركة بين كافة الأديان والطوائف والأعراق والتي هي تعتبر قاعدة صلبة للانطلاق منها. هذه الزيارة تأتي ضمن طبعا نشاطنا في تدشين إعلان مملكة البحرين في البرازيل ومن البرازيل طبعا إلى أمريكا اللاتينية، وأيضا طبعا لتهنئة إخواننا المسيحيين في البرازيل بأعياد الميلاد وبالسنة الميلادية الجديدة يعني. ونتمنى طبعا الخير والسلام والأمن للجميع. نشكر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على المحبة اللي عملوها لأبناء كل البحرين بشكل خاص ولسمعته الطيبة بكل العالم العربي. طبعا التسامح وصفة مميزة للشعب الطيب، وطبعا هي من السمات الراقية عند الأشخاص الطيبين لحتى ننظر للآخرين. التسامح من هو تنازل أو غض النظر عن الأخطاء، ولكن هو بقدر ما بيكون عن أنه نشوف الآخر، نحكي مع الآخر، نسمع الآخر، لنكون مع بعضنا البعض من أجل بناء بلد فيه محبة، تسامح، كرامة وشموخ للبلد الكبير. ثقافة أخذت فيها مملكة البحرين دورا رياديا وأصبحت رمزا للسلام في العالم ومنارة عالمية لبث المحبة والتعايش. It's really an honor to be here today in the St. George Orthodox Church in Brasilia. إنه شرف أن أكون هنا اليوم في كنيسة القديس جورج في برازيليا، ولقد كانت لحظة جميلة بأن تشارك الجوقة المسيحية البحرينية لتنشد الترانيم هنا في هذه الكنيسة. لقد تواجد المسيحيون في البحرين منذ القرن الرابع بعد الميلاد، ولقد وجدوا في البحرين مكاناً آمناً لممارسة طقوسهم وعبادتهم، الأمر الذي ما زال مستمراً حتى اليوم، ونحن فخورون جداً بذلك. هذه البحرين اليوم فتحنا صفحة جديدة في العلاقات بين البحرين وبين أمريكا اللاتينية من برازيليا، وهذه أول مرة تكون مثل هذه الزيارة والتعرف على الثقافة البرازيلية. كذلك هم تعرفوا اليوم على ثقافة المجتمع البحريني والخصوصية اللي في المجتمع البحريني من مكوناته المختلفة بين المسلمين وغير المسلمين الموجودين في البحرين. نحن كجوقة كنيسة قلب المقدس الكورال نترجم رؤية السيد جلالة الملك في الانفتاح على العالم والتعايش والتسامح السلمي، وكذلك الاحتفال مع كنيسة مار جورجيوس في برازيليا بتقديم التراتيل الذي تدعو إلى السلام، وكذلك الاحتفال في الأعياد المجيدة القادمة في 25 ديسمبر. قيم متوارثة جيل بعد جيل، فالسلام والتسامح واقع في مملكة البحرين امتد لعقود عديدة يحكي سيرة الأجداد والآباء مستخلصا منها مبادئ راسخة تنقل للمستقبل وتحفظ في التاريخ. منهاج حياة بحريني بني على قيم التسامح والتكاتف المجتمعي، ومؤكدا وبكل وضوح خلال هذه الزيارة على أن السلام هو الركيزة الأساسية للإنجازات. شوق العثمان لمركز الأخبار برازيليا البرازيل.